طيب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نستكمل بحول الله الجزء الرابع والجزء الثاني من اكتشاف عالم منصة سلايد بين المذهل. في نهاية الجزء الأول من اكتشاف منصة سلايد بين جاوبنا على بعض الأسئلة في عرض تقديمي من 12 شريحة عبارة عن أسئلة، بمجرد نحن ما نجاوب على الأسئلة هذه في النهاية في المحصلة اطلع لنا بيتش ديك جاهز بإمكانك أنك أنت تستعين فيه وتبدأ بعد التعديل وبعد التدقيق تشاركه مع المستثمرين اللي حوالينك. طيب نروح، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، على السؤال الثالث اللي حنسويه دحين. هنا السؤال عبارة يقول لك إيش المشكلة اللي أنت بتحاول تحلها؟ فنحن زي ما ذكرنا نحن مطعم وجبات مبتكرة لجيل زين، حنحط مثلا المشكلة اللي بنعاني فيها قلة الخيارات. قلة الخيارات المتاحة في السوق. طيب، اثنين، مي التغير الحاصل في سلوك جيل زين. تمام، ممكن تحط انه التوجه العام الى اتباع صيحات جديدة للطعام. يعني على سبيل المثال عشان اوضح، الان طالع ترند كيتو، قبلها كان في ترند سابق، وصدقني حتجي الموجة حقت الكيتو وحتنتهي وحيخشوا في موجة أخرى. فحتى الأكل صار ترند، صار موضة، فما ينفع إنه الواحد حتى في البزنس حق الأكل خلاص يعتمد على منيو واحد، اللي إذا كان ويل استابليش بزنس من زمان. وحتى الويل استابليش بزنس أدرك الموضوع ده، سبيل المثال البيك يعني كان لفترة طويلة خلاص معروف إيش القائمة عنده الأشياء الأساسية، بعدين بدأ يتطور، دخل ساندويتشات، بعدين خرج من موضوع الدجاج تماما وبدأ يخش في الطعمية والحاجات هذه. فأصبح سلوك المستهلك وأذواقه تتطلب أن يكون في تغيير وتحديث مستمر لقائمة الطعام وابتكار المزيد من الوجبات، لأنه العميل أصبح يميل بسرعة وعنده استعداد تقبل. ودائما في سؤال في بالي، إيش الجديد؟ إيش الشيء اللي يخليني أخوض تجربة جديدة مختلفة، طعم آخر جديد، وأكون من ضمن المجموعة حق اللي اتجه لتبني هذا الاتجاه. طيب الآن أضغط أوكي، يجيني السؤال اللي بعده، كيف حتحل المشكلة؟ طب أنت حطيت المشكلة الآن كيف حتحلها؟ ماشي، لازم تكون إجاباتك متوافقة مع لهذا السؤال للسؤال اللي قبل كده. فنرجع نحن نشوف إيش قلة الخيارات المتاحة في السوق. تمام، كيف حتحلها؟ تمام، حتقول مثلا تقديم نقول تلبية طلب المتزايد على وجبات مبتكرة تعريف. ماشي، طيب نرجع مرة ثانية للإجابة الثانية،
التغير الحاصل في الفسيولوجي. طيب عشان لا تروح عندنا تنقل تلبية طلبة النمو المتزايد، النمو المتزايد في وجبات مذكرة الحق الدراهم. طيب بعد كده فتح مثلا نقول فروع متعددة في وقت واحد. كده how do you solve the problem. على فكرة أنا بعمل عصف ذهني دحين معاكم، يعني ما في شيء مرتب، يعني بعيش اللحظة معاكم. تمام، فنقول التأكيد على البيع عن طريق قنوات رقمية خاصة بالمطعم لتفادي تكاليف نقول مثل تطبيقات التوصيل. تمام، اوكي. السؤال اللي بعد هنا، اذا كان في عندك فيديو تبي تضيفه، فيديو تعريفي، تقدر تحط من اليوتيوب اليوريل حقك او تعمل يعني اي رابط تحطه هنا بكل بساطة، عشان يصير، بس حاول إنه الرابط ما يكون أكثر من 30 ثانية، المحتوى حق الفيديو حقك ما يكون أكثر من 30 ثانية، 30 ثانية أصلاً كثير. طيب نروح على السؤال اللي بعده. طيب حجم السوق حقك، طيب كم بالضبط عادة تشوفوا هذا السؤال مرة مهم جداً، دائماً يخطئوا فيه رواد الأعمال. لما أحد يقول لك حجم السوق حقك المستثمرين بشكل عام، يعني لما تقول له والله أنا أبغى أستهدف 2 مليون 3 مليون، يقول هذا ما عنده علم. خليك محدد بالضبط الشريحة اللي أنت تبغاها، وكل ما صغرت حجم الماركت حقك كل ما كان أقرب للواقع، وكل ما كان حتى لما تبدأ في مرحلة الانطلاق ومرحلة الانجيجمنت مع العملاء، التكلفة حقت الاستحواذ حقت العملاء ما تكون كبيرة وما تكون مشتت. ولذلك أنا أنصحك إنك أنت تحط ماركت صغير وتبدأ عليه. فمثلاً تقول والله مثلاً إذا كنت أنت مثلاً ساكن في جدة، تقول مثلاً سكان حي البساتين بعدين تحط الشاطئ بعدين تحط يقول مثلا الزهرة. ماشي، من جيل زي ايش البيزنس موديل حقك. هنا نخش مثلا في انواع المطاعم، فاين دايننج، دايننج، كاجوال دايننج. فانت حتقول مثلا والله كاجوال دايننج، كاجوال دايننج، خلينا نقول ايش اسمه، عفوا، كاجوال
طبعاً اللي شغالين في عالم المطاعم يعرفوا الفرق بين الفاين داينينج والكاجوال داينينج والفاست فود ويعرفوا الأنواع المختلفة من أنواع المطاعم. تمام، حط مثلاً what is your إيش الخبرة حقتك؟ بيقول مثلاً والله مثلاً مجموعة من الشباب الشابات المحترفين في مجال الطعام. ماشي، يكون مثلا معك شريك تقني مثلا تقول مثلا عندنا مثلا مهندس سوفت وير شريك معنا. طيب نبدأ في الخطوة الثالثة. مثلا تقول إنه مع مثلا تم لا نحن نتكلم عن التكنولوجيا إكسبرتيز. تقول مثلا تحالف مع جمعية الطعام الأمريكية. ماشي، مين منافسيك؟ مثلا تقول بوب، تقول مثلا ايش في مطاعم صحية مثلا سبوي. مين كمان في عندك؟ احيانا تكون منافسة مو بس منافسة مباشرة، لا ممكن تكون غير مباشرة. طبعا المنافسة غير مباشرة مثلا انا اديكم اسم مثلا ماكدونالدز، هتقول لي كيف ماكدونالدز؟ هقول لكم هذا ممكن واحد يطفش يقول لك شيت داي، يروح في الشيت داي هذا يخرب ابوها. طيب وديها وجبة ارتفعت السعرة الحرارية. ايش احسن شيء انت تسوي؟ تمام، تقول مثلا التحديث المستمر للوجبة. طيب تمكين العميل من تصميم الوجبة على مزاجه. تمام، اوكي، ايش خطتك للماركت انك انت تروح؟ كيف حتقدر تسوي الكونكشن ما بين اللي انت بتعرضه قائمة الطعام حقتك وما تربط بينه وما بين الناس انت المستهدفة في الاحياء هذه؟ ممكن تقول والله سوشيال ميديا، حسابات، حملات دعائية، مع أنه أنا ما أفضلها كثير الحملات الدعائية. أنه أثرها محدود. إيش اسمه، تسوي مثلا استضافة مؤثرين. على فكرة اللي أنا بكتبه هذا قد يكون من المختلف فيها. تمام، بشكل 100%. مين المؤسسين؟ تقول مثلا آه
أزهار مثلا، محمد، أسماء وهمية، سالم، سالم خليل، مثلا نايف، محمد. تمام، نضغط على اوكي. هنا تطلب كم المبلغ اللي تبغى، نقول مثلا 4 مليون. اس بي ار ايش؟ اس بي ار 4 مليون. طيب هنستخدمها مثلا في تأسيس هو المفروض يكون لما تاخذ مبلغ زي كده لازم يكون بالتفصيل وجايب فيها كوتيشن ويكون في بريك داون لكل حاجه، لكل هل اللي انت هتعرف تحط هذه فلوس ناس. طيب خلصنا. طيب الان جاوبنا على الاسئله كلها. طيب نضغط على كونتينيو تو ذا اوديتر عشان نعمل مزيد من ال من ال شايفين كيف. الان أوريكم البرزنتيشن ريفيو، شايفين؟ كيف؟ هذا البرزنتيشن عندكم جاهز يا إخوان. خلاص، قديش أخذ معانا؟ ولا شيء. كده اديكم العافيه، يكون انتهينا من الجزء الرابع والاخير لهذا الاسبوع. ارجو ان يكون قدمت قيمه مضافه وتجربه معرفيه موفقه، ونلقاكم بحول الله في محتوى جديد مع تطبيقات اعمال جديده، وانتظرونا في مفاجآت جديده بحول الله في القادم بحول الله قوته. ونراكم على خير، نهاية أسبوع سعيدة، حفظ الله ورعاية.